أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آية القرآن الحكيم. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. كان الكلام في قصة إبراهيم النبي عليه الصلاة والسلام، وإبراهيم نبي أولو العزم، ومن أقربائه لوط النبي أيضا. وهذان النبيان كانا في زمان واحد، فقط إبراهيم نبي بعث إلى شرق الأرض وغربها، ولوط نبي بعث إلى قرى سبعة تسمى بقرى سدوم. في هذه الآية في سورة الأنبياء الله سبحانه وتعالى ينقل قصة هذين النبيين. ونجيناه يعني إبراهيم ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. الأرض المباركة هي أراضي الشامات كما يقول المفسرون. أراضي الشامات لا يقصد بها الشام فقط، لبنان، أردن، فلسطين، شام، هالأماكن المجموعة تسمى بأراضي الشامات، وهي أراضي مباركات. لماذا؟ لكثرة بعث الأنبياء فيها. ولماذا أكثر الله من بعث الأنبياء في هذه المناطق؟ لأن هذه المناطق بالنسبة إلى الأرض كوسط. الآن من المتعارف أن الدوائر الرسمية يودوها خارج، والسبب لتوسيع البلد. الزمان القديم والذي ما كانت هذه المواصلات الحديثة، غالبا كانوا يعملون المراكز الحكومية في أواسط البلد. وحتى في الشريعة الإسلامية أن من المستحب أن القاضي يجلس في وسط البلد. سره واضح، حتى يكون عدالة وعدلا بالنسبة إلى كل الأفراد. يعني افرض إذا الدائرة في صليبخات، معناه أن أهل صليبخات إلى الدائرة افرض فرد 1000 متر، 10,000 أمتار. أما أهل الأحمدي إلى الصليبخات 80 كيلومتر، هذا يكون ظلما بالنسبة إلى الزمان القديم بطبيعة الحال. نقول حيث ما كانت مواصلات سهلة، ولذا كانوا يجعلون الدوائر الحكومية في وسط البلاد غالبا. والشريعة الإسلامية قرر هذا الشيء بالنسبة إلى القاضي والقضاة والقضاء. قرر هذا الشيء بالنسبة إلى القاضي والقضاة والقضاء. الله بعث الأنبياء بكثرة في هذه المناطق. موسى أكو في الحديث كان مع موسى 70 نبيا غير هارون. عيسى أيضا تلاميذه أنبياء في نفس المنطقة. إبراهيم في نفس المنطقة. إسماعيل، إسحاق في نفس المنطقة. يوسف في نفس المنطقة. يعقوب في نفس المنطقة. هالمناطق وينتشرون فيها من هذه المناطق إلى شرق الأرض وغربها. الله في هذه الآية يقول ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. نجيناه يعني شنو؟ لأن إبراهيم أول ما بعث في وطنه، وطن إبراهيم العراق. ولد إبراهيم في بابل في العراق في مدينة تسمى اليوم حلة. حلة موجودة الآن في العراق. حلة بلد منطقة في العراق بين نجف، كربلاء، بغداد. هنا نجف، هنا كربلاء، هنا بغداد، هنا الحلة. بابل القديمة كانت قاهرة.
إبراهيم في بابل أخذ بالتبشير بالدين وبالألوهية الواحدة يوم لم يكن في كل العالم مؤمن أبدا. ولذا الله يسمي إبراهيم شنو؟ أمة. كل الناس أمة وإبراهيم وحده أمة. هناك بشر وبشر وبشر وبشر، وأخيرا كلكم تعلمون أن عاقبة إبراهيم أن ألقي في النار، أخذوه بالمنجنيق وألقوه في النار ولم يؤمن به أحد، حتى واحد ما آمن به. بل في بعض الأحاديث والتفاسير والروايات أكو آمن به إنسان واحد فقط وهي بنت الملك نمرود. لما أن إبراهيم ألقوه في النار، نار كبيرة أشعلوها ونار عظيمة، وإن شاء الله في الوقت تفصل في حول هذا الموضوع. نمرود وزراؤه قواده شخصياته كلهم جالسون على مرتفع يتفرجون على إلقاء إبراهيم في النار وإحراقه. لما ألقوا إبراهيم وإلقاءه كان بالمنجنيق، منجنيق مو معنى شيء مرتفع، منجنيق معنى مثل المدفع. أول ما صنع المنجنيق يعني المدفع في زمان إبراهيم قبل 5000 سنة ولأجل إلقاء إبراهيم في النار، صوب المدفع فوق لهذا المدفع، جعلوا إبراهيم في هذه الفوهة. وتصوير تصوير المنجنيق إذا الشباب يريدون يطالعون موجود في كتاب المنجد للأدب والعلوم، تصوير المنجنيق. منجنيق فالشيء مثل المدفع، عنده فوهة كبيرة يجعلون فيها إنسان أو يجعلون فيها حجارة كبيرة في الزمان القديم، ثم 10-20 من الرجال الأقوياء يضغطون على مكان، فهذا الضغط يولد القذف، فقذف إبراهيم من بعيد لأن النار قوية ما يتمكنون يتقدمون إلى النار، قذف إبراهيم من البعيد إلى النار فيما يقارب 2 ميل من البعد. يعني أنه نار عجيبة، نار عظيمة، 6 أشهر جمع الحطب في قصة طويلة. فكيلومتريا الذي يسمى بالميل، كيلومتريا المنجنيق بعيد، خلوا إبراهيم في فوهة المنجنيق وجاءوا رجال أقوياء وضغطوا على مكان الضغط، فقذف إبراهيم في الهواء مسافة كيلومتريا حتى وصل إلى النار وسط النار. لما سقط إبراهيم في النار قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وإذا كل شجر وماء وفواكه الحطب تحول فورا بإذن الله وقدرته إلى أشجار، وبرودة تجي يصل تصل البرودة، يعني البرودة اللي انتشرت من بمقدار الحرارة. بنت نمرود، نمرود مو فرعون، بنت نمرود جالسة أيضا، وزراء جالسين. بنت نمرود لما رأت هذا الشيء قالت إنه ليس كذبا، شنو يعني احنا نشتبه عيوننا تشتبه؟ فقالت إني مؤمنة برب إبراهيم. لما آمنت برب إبراهيم أمر نمرود بقذفها في النار أيضا، فأخذوها وجعلوها في فوهة المنجنيق وقذفوها في النار. نمرود قال لأصحابه، شاف هذا التحكم، قال لأصحابه ووزرائه وأصدقائه أنا جعلت النار بردا على إبراهيم، أنت اللي 6 أشهر تجمع حطب جعلته. فالله سبحانه وتعالى أرسل قطعة من نفس النار وأحرقت لحية نمرود كلها، علامة على أنه هذا يكذب إذا كان صادقا وهو الإله وهو الذي صنع النار بردا وسلاما. ما كانت النار تحرق لحية نفسه، صار اختلاف بينهم.
المؤمن الوحيد بإبراهيم في هذه الفترة. بعد ذلك لما خرج من النار نمرود قال له لا تبقى في بلدي، اطلع من بلدي، اطلع. طلع إبراهيم من البلد، ولذا الله يقول ونجيناه. طلع من البلد، طلع من العراق، راح إلى سوريا. سوريا أيضا دعا إلى الله، ودعا حاكم سوريا أخرجه من سوريا لأنه كفار. ذهب إلى مصر ودعا إلى الله، ودعا في الحقيقة هؤلاء الأنبياء أبدوا فرس صمود عجيب وهائل. إنسان يدعو إلى الله مدة مديدة ثم يحرق وينفى من البلد، في البلد الثاني ينفى من البلد، في البلد الثالث وهو مصر بقي إبراهيم مدة في مصر يدعو إلى الله. أيضا حاكم مصر في ذلك اليوم نفاه من البلد. جاء فلسطين وأردن، ذاك اليوم المكانات تسمى شرقي الأردن، ما كانت حكومة مستقلة بطبيعة الحال، وإنما كانت تحت نظر حكومة واحدة، المنطقة يعني منطقة أردن وفلسطين هالأماكن تحت نظر حكومة واحدة ذاك اليوم في زمان إبراهيم. جاء إلى قمة في البلد ما طو مكان، هذا مبدع وهذا كافر وهذا يسب الآلهة وهذا مفسد، ليس له حق أن يبقى في البلد. من؟ إبراهيم. صنع ماذا؟ صنع أنه ذهب وخيم في الصحراء. حقيقة شوف الصمود، صمود هائل. خيم في الصحراء هو وزوجته سارة والزوجة الثانية هاجر. عنده زوجة سارة، سارة عقيم لا تلد. هاجر وصيفة سارة، مرأة مصرية، هاجر مصرية أم إسماعيل. فسارة قالت ما دام أنا عقيم فهذه الفتاة الخادمة لي لك يا إبراهيم. فتزوج إبراهيم بزوجة ثانية هي هاجر. سارة من بنات الأنبياء، حفيدة الأنبياء سارة. أما هاجر لا، مرأة عادية من نساء مصر، تزوجها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وهنا بقوا في الأردن في الصحراء هذه العائلة الصغيرة، زوج إبراهيم، زوجة سارة، زوجة ثانية وفي نفس الوقت خادمة هاجر. هذه العائلة الصغيرة بقوا هناك مدة من الزمان ويدعون الإنسان ناس إلى الله لا يؤمنون به، دعاء إلى الله ما هو من أبدا. إبراهيم يرعى الغنم، عنده أغنام، ما عنده شغل، شو يسوي؟ هدايا ناس ما يقبل، صلاة جماعة ما، وعظ ما، إرشاد ما، كل شيء ما خلاص، فيرعى الغنم، وعنده أغنام كثيرة، ويضيف الناس على أغنامه لعلهم يؤمنون، ما في إيمان، أبدا. ولذا كان من عهد إبراهيم أنه لا يأكل شيئاً إلا مع ضيف، ضيف أو ضيوف، يذبح الخرقان، يقدم لهم، فضلوا، أكلوا، أؤمنوا بالله، ما في إيمان. ذات مرة إبراهيم، حقيقة القصص بالتعلم كلها، ذات مرة إبراهيم عليه الصلاة والسلام سمع شخصاً يقول يا الله، صاح قال ما أحلى هذا الاسم بأذني، من أنت؟ قل هذه الكلمة مرة ثانية ولك ربع أغنامي. صوروا هذا الشيء، صوروا صمود الأنبياء من العراق إلى سوريا إلى مصر، كل في التبعيد، ثم جاء إلى الأردن
ما خلوه يسكن المدينة، يروح يسكن في البادية، يرعى بالأغنام، يذبح الأغنام لأجل جلبهم إلى الإيمان، لا يؤمنون. بعد ذلك يسمع من إنسان في الصحراء: يا الله! إبراهيم قال له: من أنت يا هذا؟ لأول مرة أسمع إنسانا ينادي باسم حبيبي. قله مرة ثانية ولك الربع أغنامي. المرة الثانية الرجل قال: يا الله! إبراهيم قال له: قله مرة ثالثة ولك نصف أغنامي. قاله مرة ثالثة: يا الله! إبراهيم قال له: قله مرة رابعة ولك كل أغنامي. قال الرجل: يا الله! إبراهيم قال: تفضل، كل أغنامي 5000 معدن 4000 غنم، مش كثر عدل. قال: كل حب لله، حب. أكو فرق، الإنسان في الحقيقة يحب شيئا غير إنسان اللي بالقوة صبح إذا قوة ما يجي للصلاة، إذا ما قوة ما يصلي. وغدر شنو؟ ما قمت للصلاة. أنا ما أقوم، قسم من الشباب يقولون إن أنا ما أقوم للصلاة. عجيب، إذا تريد تروح كشتة قبل ساعة من الصبح تقوم للصلاة ما تقوم. أو الصام فرض أنظر، ما قمت بطبيعة الحال. من اللطيف أن أول بارحة فرد صحفي يجي هنا، أخذ تصوير جماعة من الشباب الصغار، الأولاد هذول الأولاد، أخذ تصاويرهم وسأل منهم سؤالات. من جملة سأل من واحد منهم: أنت تصوم؟ قال: يا صوم. تاخد عمر صغير 5 سنوات. قال: ليش تصوم؟ قال: لأن حتى أدش الجنة. سأل من طفل ثاني: أنت تصوم؟ قال: يا صوم. قال: ليش تصوم؟ قال: لأن حتى الله يحبني. ما أقول الإخوان القاعدين هنا ما يقومون للصلاة، لا، حب لله. إنسان المحب يطيع من أحبه. إبراهيم قال: كل أغنامي لك. قل هذه الكلمة مرة رابعة. المرة الأولى مجانية، قال. المرة الثانية ربع الأغنام. المرة الثالثة نصف الأغنام. المرة الرابعة كل الأغنام. فقال: يا الله! في المرة الرابعة وإبراهيم قال له: يا هذا، هذه أغنامي في الصحراء كلها لك. الرجل جاء وقال: يا إبراهيم، إني لست رجلا وإني ملك من الله، الله أرسلني لامتحانك. إيش كثر، لأن كثير من الناس بالمال لما يصير مشكلة يصير عليه. الصلاة لا بأس به، الصوم لا بأس به، أما إذا صار القرآن لا بأس به، أما إذا صار موضوع المال هذه امتحان أيضا. الحقيقة نحن في الدنيا ممتحنين، أيام قلائل نحن في الدنيا، حتى إذا عمرنا 100 سنة. قبل 3 أشهر فرد واحد أخذني للمغتسل أصلي على إنسان، سألت: كم عمره؟ قال: عمره 120 سنة. قلت لصديقي: قلت شوف، 120 سنة انقضى، خلاص. إنما الدنيا فناء، ليس في الدنيا ثبوت، إنما الدنيا كبيت نسجته العنكبوت، ولقد يكفيك منها أيها الطالب قوت، ولعمري عن قريب كل من فيها يموت. الله هذا أرسل هذا الملك يمتحن إبراهيم. الله عالم، لا شك فيه، الله يعرفني ويعرفك ويعرف إبراهيم ومحمد وموسى وعيسى صلوات الله عليهم أجمعين. لكن امتحان، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم، فتنا يعني امتحنا، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. امتحان في لساننا، امتحان في بطننا أكلنا، امتحان في جنسنا فرجنا، امتحان في نظرنا، ننظر إلى بنات الناس أو ننظر
امتحان في يدنا سرقة بطش، امتحان في رجلنا، امتحان في مالنا، امتحان في جاهنا. من الممكن أنا ما دام إنسان عادي أقضي حوائج الناس، وإذا جلست وراء الميز أقضي حوائج الناس، هذا امتحان. قبل ما دام إنسان عادي وكلش بسيط، أما إذا صرت وراء الميز أقضي حوائج الناس يولا. أنا ما دام فقير إنسان عادي مسجد ومحرار وكذا وصار شوية فلوس هواية، أما أجي الله أرسل الملك، الملك قال لإبراهيم يا إبراهيم أنا لست رجلا وإنما الله بعثني ليمتحنك في مالك، امتحنك في نفسك، أما امتحنك في مالك، هل تبذل مالك في سبيل الله وكل هذه الأغنام لك وقد خرجت من الامتحان صحيحا. هاي الدرجة شنو؟ جيد جدا. ثلاث مرات يا الله وكل الأغنام جيد جدا. الله ما اتخذه خليلا اعتبارا. هاي قطعة من امتحان إبراهيم. قطعة من العراق إلى سوريا تسفيرا، إلى مصر تسفيرا، إلى الأردن تسفيرا، وفي أردن لم يقبل في المدينة في الصحراء قسر. جاءه جبرائيل قال له يا إبراهيم أكو بعد عليك امتحان. في الآية الكريمة في سورة البقرة إن شاء الله في شهر رمضان لا تنسوا تقرون القرآن للعمل أمور القراءة فقط. قال وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، يعني امتحانات مو امتحان واحد. إحنا حتى نتخرج من الجامعة كم امتحان عندنا؟ الابتدائية امتحان، والثانوية امتحان، والمتوسطة امتحان، والجامعة امتحان، وكل مكانها 20 امتحانات. الله الشكر، لأن الله ما يدي زمان الكون بيد إنسان ذكر. وإن ظلم يا معصومون الله يمتحنهم 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 مثل الذهب المصفى، يقول له أنت بلغ على الناس. جاء جبريل قال له يا إبراهيم إهناء اتفقائك ميفي. لماذا؟ لأنه متتمكن من الإعلان بالدين، إعلان يريد الله، إقامة الشعائر، أذان. الفقهاء يفتون بأن الإنسان إذا ذهب إلى بلد لا يتمكن من الإعلان بشعائر الله يحرم عليه البقاء هناك. راجع الرسائل العملية، يعني رحت إلى موسكو للدراسة تتمكن تأذن أول صباح الله أكبر الله أكبر، ابقى في موسكو متتمكن روح إلى لندن، مو لازم موسكو مو لازم الصين، إعلان بشعائر الله. جبرائيل نزل عليه وقال يا إبراهيم إنا متتمكن تعلن شعائر الله، لأن الأراضي كانت الحكومة ذاك اليوم والحكومة كافرة لا تسمح بالإعلان بالله، ما تسمح. الآن المفروض ذهب إلى موسكو، موسكو تسمح لك أنه تعلن بالله، تعقد مجلس قراية قرآن تفسير، ما تسمح لك. الصين رحت يسمحوا لك، بلاد الشيوعية غالبا لا يسمحون للإنسان بالإعلان عن شعائر الله. جبرائيل نزل عليه قال يا إبراهيم إنا متتمكن تعلن شعائر الله، روح منا الله يأمرك. زين وأنا أروح. قال أنت وزوجتك وولدك الصغير الجميل لأول مرة حصلت بعد 90 سنة اسمه إسماعيل جد النبي، ولد جميل جيد نبي ابن النبي. قال انت وعائلتك هذه هاجر، روحوا فرد مكان اللي تتمكنوا من الإعلان بسم الله. لا بس مستعظم بايع أنا، إن الله اشترى من المؤمنين شنو؟ أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. لا تنسون هذا، الله مشتري من عندنا،
إبراهيم قال ما يخالف ركب وأردف هاجر وراءه والولد الصغير الرضيع في حضنه وأخذ يذهب ويسأل من جبرائيل أنزل هنا؟ جبرائيل يقول لا، لأن تدرون أنتم أراضي أردن وهالأماكن وفلسطين كلها خضار وأمطار وجبال وجمال، خصوصا ذاك اليوم الجمال الصحراوي الطبيعي. أنزلها هنا لا. وصلوا إلى قطعة ثانية، ماء وخضار وطيور وأشجار، ننزلها هنا لا. وصلوا إلى قطعة ثالثة، ننزلها هنا لا. إلى قطعة رابعة، ننزلها هنا لا. حتى وصلوا إلى أرض جرداء قاحلة ليس فيها ماء ولا نبت. لماذا هناك؟ لسببين. السبب الأول أن هناك خارج عن سلطة الطغاة والشيوخ القبائل، ماكو أبدا سلطة ماكو على هذه الأرض، فيتمكن يرفع اسم الله هناك. أما هالقطع ما يتمكن يرفع اسم الله هناك. هناك السبب الأول، هناك تمكن لأن أرض لهم، مو أرض الغير، مو أرض الناس. الأراضي السابقة كانت مال الناس، زراعة، مزارع، عيون، أنهار وأشبه. أما هذه الأرض لم تكن لأحد، فهناك يتمكن من الإشعار بذكر الله والإعلان به. زين، هذا السبب الأول. السبب الثاني أن مكة المكرمة، راجعوا الخريطة العالمية يا شباب يا مثقفين، الخريطة الكبيرة عمود قطع الخريطة، الخريطة العالمية إذا تراجعوه تشوفون بالخريطة العالمية أن مكة تقريبا وسط المعمورة. هذا سبب. من عجيب الأمر قبل 6 أشهر أو 8 أشهر، ما أدري أيكم قرأتم في الحوادث وما قرأتم في مجلة الحوادث اللبنانية، إذا ما قرأت اقروه، شيء عجيب هذا. أبو فريد شيء إذا لنفرض صنعنا كرة، نصف الكرة من الحديد ونصف الكرة من الخشب. هذا النصف علماء يقولون كما هو واضح ويمكن قارين درس شباب، يقولون مركز الثقل غير مركز الحجم. هنا مركز الحجم في الوسط، الحجم المتساوي، مركز الحجم في الوسط. أما مركز الثقل أين؟ في نصف الحديد. الكرة الأرضية هكذا، الكرة الأرضية نصفها أثقل من نصفها، الكرة الأرضية. الاتحاد السوفيتي علماء حوادث كانت تنقل تقول أن الاتحاد السوفيتي علمائه اكتشفوا أن مركز الثقل في الأرض إلى بعد مدة ينتقل إلى تحت الكعبة، انتقال يعني الآن مو موجود الآن هذا الشيء. الآن مركز الثقل في الأرض غير مركز الحجم، لأن نصف الكرة الأرضية أثقل من النصف الثاني. يقول علماء الاتحاد السوفيتي اكتشفوا بالحركة الأرضية، لأن الأرض كما تعلمون تنتفخ ونلم وسعون فالقاعدة. تقول علماء الاتحاد السوفيتي وهم شيوعيون بطبيعة الحال لا يؤمنون حتى بإله الكعبة، يقول علماء الاتحاد السوفيتي اكتشفوا أن مركز ثقل الأرض ينتقل تدريجيا حتى يصل إلى تحت الكعبة بالذات. فالكعبة كوسط الأرض تقريبا. إبراهيم أمره جبرائيل بأمر من الله أن ينزل أهله في هذا المكان، المكان اللي لا زرع ولا ضرع يعني حيوانات ولا نبت، ما هو أهل نبات، ما شنو يأكلون؟ انزل، نزل. زين، لأن هناك
تتمكنت فيه. لما نزل إبراهيمنا هنا كسر خاطره والده. ولد صغير وزوجة في صحراء قفراء وبلدة ليس فيها أنيس. أنيس ما لا أنيس لا ماء لا بئر لا شجر لا خيام. عايش في الصحراء ومخوفة أيضا. لا صحراء مكة صحراء مخوفة. الآن مدينة. لكن ذاك اليوم الجبال السود أطرافه تقفل على هذا المكان. توجهت هاجر إلى إبراهيم وقالت يا إبراهيم إلى من تتكلم؟ أنت تروح؟ شنو إحنا مصيرنا؟ قال إبراهيم ودموعه تجري وكلتكم إلى الله. هذا أمر الله. هاجر قالت إذا أمر الله نحن مطيعين لله. رجل مجاهد نرى مجاهد في الحقيقة عجيب هؤلاء. الله في القرآن الحكيم يقول روحوا إلى الحج. لماذا روحوا؟ شوفوا الله يقول لماذا؟ يقول فيها آيات بينات مقام إبراهيم. أنا أعتبر الحج لأن إبراهيم قدمه هناك. الله يقدر. نمشي في طريق الله. شوفوا الله يقدرها وهي قدرنا. فيها آيات بينات مقام إبراهيم. إبراهيم هناك وضع قدمه لهذا المكان المحترم. في القرآن الله يقول فوضع إبراهيم الرجل المجاهد الهائل بالجهاد يصرف النظر عن وطنه، يصرف النظر عن نفسه، يصرف النظر عن ماله، يصرف النظر عن زوجته في سبيل الله. جيبوا أشكال المجاهدين. شوف يتقدم الإسلام ولا يتقدم. فوضع زوجته هاجر وولده إسماعيل الطفل الرضيع هناك. في الأحاديث أبو وإبراهيم رجع. شنو يسوي هالمرأة؟ شنو يسوي هالمرأة؟ شنو يسوي هالطفل؟ توجهت هاجر إلى الله سبحانه وتعالى مؤمنة بالله. الإيمان يجعل من قلبك حديد. كل مؤمنة لنكون مؤمنين حديد. الإمام الصادق يقول المؤمن أقوى من الجبل. لأن الجبل يؤخذ منه والمؤمن لا يؤخذ منه. جيب تجعل المسلم قطعة يجوز عن الله ما يجوز عنه. أما الجبل جيبه بالصافورة بالفاس تكسر منه. الإمام الصادق يقول المؤمن أصلب من الجبل لأن الجبل يؤخذ منه والمؤمن لا يؤخذ منه. هاجر المجاهدة وإبراهيم المجاهد وضع هاجر هناك ووضع الولد هناك ورجع. زين هاجر شافت أنه حر الشمس، أكل ماكو، ماء ماكو، صعدت على الصفا. هل من أنيس؟ تسأل هل أبو هرد واحد في الوادي؟ ما تركض تروح إلى المروة. هل من أنيس؟ ماكو. تصعد إلى المروة، تصعد إلى الصفا، سبع مرات تركض في قفر ماكو أنيسكو. إبراهيم وقت وضع زوجته وولده هنا قال في القرآن يقول قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع نبت ما فيه نبت ما فيه عند بيتك المحرم إيش خليتهم هنا؟ ربنا ليقيموا الصلاة يتمكنون يقولون لا إله إلا الله. خليتهم هنا لعدارس ولا هم كانوا في فلسطين وفي الصحراء يصلون. لا ليقيموا الصلاة يعني يرفعوا اسمك هنا لأن ماكو سيطرة الطغاة على هالمنطقة، ماكو سيطرة الكفار على هذه المنطقة. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة. بعد المرات أكو في الحديث أن جبرائيل نزل، الحديث عن الإمام الصادق في الوسائل
وأنبت الماء من تحت رجل الطفل. ما الله، فإذا هاجر تتعجب ترى أن الماء ينفجر، ما في ماء ينام، وإذا ما ينفجر حتى الولد ينغرق الآن في الماء. ركضت وشالت الولد وزمت الماء، قالت للماء زمزم، زمه يعني زمام، زمام زمام الماء. وبعد ذلك وإذا الطيور رأوا أنه ماء هنا أخذوا يطيرون في الصحراء. إذا رحت للصحراء أردت تعرفون أكو ماي أو ماكو ماي، علامته الطيور. إذا الطيور يطير من مكان علامة ماي. أكو بيت فارسي جميل يقول هر كجا آباس آبادانی است، آب گر نبود خراب و فانی است. یعنی کل مکان کمال یصیر به قردی، یصیر به جمعیه، یصیر به طیور، یصیر به وحوش. اذا ما کمال خراب و فانی. الطیور اخذوا یرفرفون هناك الناس الزعداء، رأوا هنا کمال طیور، كانوا من حمية قبائل بعيدة بعيدة 100 كيلومتر 50 كيلومتر 70 كيلومتر. عجبوا أهل البدو هم يريدون الماء، جاءوا 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 ما رأوا الطفل. هل أنتم من الجن؟ هل أنتم من الإنس؟ قالوا لا، هذا الوادي لنا، لا جن لا إنس، إحنا إنس مو جن وإنس وهالشكل. هذا الوادي لنا، أي إنسان يدخل الوادي يجب أن يدخل تحت إبراهيم. يعني لا 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 نقول إحنا من هذا إبراهيم. دعاء إبراهيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. نجوب الجيل، نحن مستعدين، أوابكم مستعدين، تأذنون لنا أن نبقى معكم؟ إبراهيم المرة الثانية إجي شاف ماء، طيور، قبائل، خيم، أنيس جليس، لكن بعد الجهاد والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وإلى اليوم قبر هذه السيدة العظيمة هاجر تدون أين؟ في حجر إسماعيل المكان، قبرها هنا. وقبر إسماعيل الولد أيضا هنا، في هسه في هسه قبره هنا، أحياء وأمواتا. هذا دور أنبياء الله المجاهدين، والذي يجب أن نتعلم منهم. يا إخوان صدقوا، إذا نحن اهتممنا وصرفنا طاقاتنا شوية مادة شوية همة شوية فكر، نتمكن أن نرفع سمعة الإسلام في كل العالم، لأن الله وراءنا والله من ورائهم وحيط. هاي تقول مكلمتي، يقول الله محيط، مو من جانب واحد محيط. فالواحد من أصدقائنا السنة الماضية كان هنا يقرأ عندكم شيخ حميد حفظه الله، وهالسنة راح إلى أمريكا يبقى هناك في أمريكا. أول بارحة مو أول بارحة يخابر من أمريكا من نيويورك، يقول على أنه هو ما خابر، عبد الكريم جعفر خابر من نيويورك، يقول على أنه فريق الالتفاف حول هذا الرجل عجيب. شيخ حميد في السنة الماضية كان هناك يقرأ عندكم، يقول فرد الالتفاف حول عجيب، جايين من ديترويت وجايين من مركز نيويورك وجايين من فرد مدينة ثالثة ما أدري شو زمده وجايين من ألباني، ويصرون خمس أيام تعال عندنا يقرأ. قسم منهم مسلمين، قسم منهم أمريكيين، لأنه الآن في الدنيا أكو حريات متوفرة، يعني في نصف العالم، في نصف العالم الشيوعي ما في حريات، هذا لا شك فيه، حريات متوفرة. حتى المسيحي يعرف، يريد يعرف شنو الموضوع. أمريكا تدرون شو دروس عثة؟ 450 مليون نفوس الأمريكتين، يعني عندنا ثلاث أمريكا، أمريكا الشمالي، أمريكا الجنوبي، أمريكا الوسطى. أمريكا الوسطى شيء قليل، هذا قناة بنما اللي سامعين في الإذاعات والصحف. قناة بنما صار في أمريكا قناة بين المحيط الهادي والمحيط الأطلسي، يوصل البحرين. ونفس أمريكا من القطب الجنوبي إلى القطب الشمالي، مثل مثلثتين.
وهل أمريكا 450 مليون نفوس حرية متوفرة هنا؟ سوي مسجد، مدرسة، حسينية. حتى الشيخ حميد نفسه كان كاتب إلي قبل شهر رمضان، وصلني كتابه، يقول هناك تريد تشتري دار الإذاعة مثل ما تشتري سيارة في الكويت. الكويت شلون عندك في 5000 دينار تروح على أحد الشركات وتعطي وتبدأ السيارة؟ يقول هناك ثلاث رسائل كتبت، يقول هناك دار الإذاعة تجارية. يقول بإمكان المسلمين الذين يحبون نشر الإسلام يعطون فلوس، يجون يأخذون يشترون دار الإذاعة، ينصبون حر كل ما تقول حر، ما ترقب على الإذاعة أبدا. يقول هناك في أمريكا لا تقتل إنسان، لا تسرق إنسان، لا تأذي إنسان، أما شنو تقول فأنت حر. والمسيحيون أتوا واستغلوا هذه المناطق، اليهود أتوا واستغلوا هذه المناطق، البوذيين بوذيينها بودائيين جايين واستغلين المناطق، أما إحنا مع الأسف الكثير ما مستغلين. وعليه نزاع، هذا حج جاسم حفظه الله، ما أدري الآن موجود هنا ولا موجود، جاي كان في أمريكا في نفس المكان. يقول على أنه خوش، هو تعبير هذا، يقول خوش مندفعين نحوه، مسيحي هو لكن يحب يعرف شنو الإسلام، شنو المسلمين، شنو نبي الإسلام، شنو قرآن المسلمين، عقائدهم، أعمالهم، شنو باقي من عندنا؟ باقي من عندنا لهدي، نرشد، نروح، نتكلم، لا أكثر ولا وبسيط هالأشياء. وهل مركز الإسلام اللي صار في لندن، بس منكم تعلمون هذا عبد العزيز كان هناك، أبو طالب كان هناك، هذا المركز الإسلامي، يوم أول ما اشتروا الناس التقوا حوله، وميلاد الإمام الحسين كان فيه احتفال باسم الإمام الحسين في قلب لندن. زينهم الآن هنا موجودين هنا، أي واحد يروح يستقبله في شهر رمضان الآن هنا، أكو منهاج تفسير قرآن وقراية قرآن ومسائل وأشرطة وتقويم إمساكية، كل شيء الأمر مثل الشهد في أنه نحن الله متوفر لنا واقع، لا حرق بالنار، لا طرد من البلد أبدا، لا إرادة قتل أبدا، لا نأسكننا من ذريتنا بواد غير ذي زرع أبدا. دنيا واسعة مستعدين للسماع للتكلم، اذهبوا تكلموا تسمعوا تسمعوا. لازم يصير واقع، لازم ننشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، أولادنا ضروري وواجب وجزاهم الله خيرا، لكن الكلام أيضا أولئك لهم حق. الإسلام دين عالمي، الله تعالى في القرآن يقول ما أرسلناك إلا كافة للناس، يعني كل الناس. والنبي نفسه يقول بعثت على الأحمر والأبيض والأسود. دين الإسلام دين عالمي، مو دين موضعي، مو دين محلي، مو دين قبلي، مو دين عرقي، مو دين إقليمي، مو دين طائفي، دين عالمي. من أغرب ما سمعت اليوم، هم ليكن لعلم الإخوان الشباب خصوصا، اليوم الأم الباب أكو عصر أخبار جهينة ساعة 4:15 هنا في الإذاعة الكويتية، أخبار جهينة. اليوم سمعت فرد خبر جدا عجيب، اليوم عصرها، أيكم سامعين، يقول طلع كتاب في أمريكا هالأسبوع، الكتاب ذكر فيه 100 شخص عالميين، 100 شخص. يقول هال100 شخص أعظم أهل العالم من ابتداء العالم إلى اليوم. الكتاب يقول على حسب ما يقوله أخبار وعيه، ويقول أنا كتاب بيدي، هو يقول
يقول شنو الغريب في الموضوع هذا؟ يقول جعلوا أول إنسان في العالم من؟ قال أو رجل مؤلف الكتاب دكتور بروفيسور مسيحي في أمريكا، يقول في الكتاب أن أول إنسان في كل العالم من يوم خلق الله الأرض إلى اليوم هو محمد بن عبد الله. هاي حقيقة مو مفكرة لنا. مسيحي في أمريكا يصدر كتاب يقول في كتابه يذكر 100 شخص من الشخصيات العالمية التجارية الثقافية الاقتصادية السياسية المكتشفين المخترعين، رأس القائمة يذكر يقول رأس القائمة هو نبي الإسلام ومسيحي وأمريكي. بلاد حرة، نصف العالم حر، الحرية مو خاصة ببلادنا فقط، نصف العالم حر. فإذا ذهبنا وتكلمنا ونشرنا رحبنا بالناس وأريناهم الإسلام والفضيلة والتقوى قبلوا دخلوا في دين الله. وصل كثير تعصبات ماكو ألم في العالم، تعصبات السابقة، فالواجب علينا أن نستغل هذه الفرصة الذهبية نكون مراكز مبلغين في كل العالم، وكل العالم يرحبون بهذا الشيء. كان كلامنا في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وفي هذه الآية المباركة الله يقول ونجيناه يعني إبراهيم ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. نجيناه، باركنا عليه، ووهبنا له إسحاق ويعقوب النافلة. أعطيناه أولاد بعد 90 سنة، فرد مرة الآن أقول لكم قصتهم، بعد 90 سنة أعطيناهم أولاد إسحاق ويعقوب زيادة، نافلة يعني زيادة، يعني زيادة فضل، وكلا جعلنا صالحين، وكلهم من الصلحاء. والآن بسبب تلك المجاهدات 5000 سنة هؤلاء علم في العالم، 5000، لكن بعد الامتحانات خاص. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، حرقه، طرده من العراق، طرده من سوريا، طرده من مصر، طرده من الأردن، سكناه في البادية، يودي أهل إلى هناك. وبعد ذلك امتحان آخر وهو ذبح ولده إسماعيل نقوله بمناسبة لما أتمهن. شوفوا، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، خرج من الامتحان ناجح. قال يعني الله إني جاعلك للناس إماما، استعدت قيادة صلاحية، اذهب واتمهن. ونسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضاه.